أسلم سالم في حراسة المرمى، ثلاث مرات وصول لنهائي آسيا. كرة ملعوبة في منتصف الملعب، ممتازة. هذا الأهلي ذكرناها بتاريخه بأمجاده، يبغي يبصم بصمة اليوم، بصمة الليلة. وين يا مؤشر؟ المؤشر غلط في اللقطة الماضية. طبعا القرعة بتكون موجهة، يعني أقصد يعني مثلا الأندية السعودية أو أندية البلد الواحد راح تكون كرة ملعوبة للنادي الأهلي. غريب غريب، كان عجيب، الغريب كان أديب وكان لعيب. هذه أكاديمية النادي الأهلي يلي تقول وين إنتاجها. شوف هذا الإنتاج، النادي الأهلي يتقدم بهدف عن طريق عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن اللعيب، عبد الرحمن الأديب، الذي يتقدم في اللقطة الماضية لصالح النادي الأهلي بلقطة كسرت حاجز التسلل لتعلن عن فرحة الأهلاوية في كل مكان. الراقي يرتقي بالنتيجة، سليم الكرة 100%، ما فيها تسلل. عبد الرحمن غريب ممكن يكون مقهوي وممكن يكون قهوجي جديد مثل ما حسين حاليا وخالد سابقا، وهذه كرة يضعها في المرمى. أكاديمية النادي الأهلي شعارها الجودة، مو بأي إنتاج، مو بأي لاعب يقبلونه. شوف إنتاجهم، شوف الولد كيف حطها. عبد الرحمن غريب يعلن عن تقدم النادي الأهلي بأول أهداف المباراة. كل السودانيين لأكثر من 40 مليون نسمة كلهم حافظينها، كل سالة من شعرها الذهب وتدلى ومن سكب. كرة ملعوبة أمامية، كل سال من شعرها الذهب وتدلى ومن سكب، وكلما عبثت به نسمة ماج والطرب. هذا على فكرة شارك عبد الباسط هندي كلاعب أساسي في مباراة الذهب. كرة أمامية خلف المدافعين، خذها عبد الفتاح، عبد الفتاح عسيري، ولكن إبعاد في اللحظة الأخيرة من قبل مدافع الفريق البحريني عبد الله محمد إلى خارج الملعب. هي ضربة ركنية لصالح النادي الأهلي، يعني نقدر نقول بأقل جهد ممكن تقام مباراتهم. ونحن في جدة، عالية وأمامية على القائم الأول. يا السلام، عادت مرة ثانية، الكرة بتتخلص، كانت محاولة إليكسيس جمال يوسف. المدافع المتقدم صالح محميدي، عبد الفتاح عسيري، كرة للنادي الأهلي ممتازة. قد يكون الثاني، قد يكون أهلاوي أهلاوي أهلاوي. الكرة بتتخلص، السيد محمد عباس خلصها وأبعدها. طبعا تحتفل المملكة العربية السعودية، والله هذه عاد رطوبتنا وعاد هذا جونا. جماهير النادي الأهلي الله يحفظك، تبارك الرحمن تبارك الرحمن، ما شاء الله، الله يحفظك حبيبتي، الله يحفظك، ما شاء الله تبارك الله. هذه البوسة الطائرة يسمونها فلايكس. الله يحفظكم، اذكروا الله، اذكروا الله البنات، قولوا ما شاء الله تبارك الله. هذا شوف الشايب الأهلاوي اللي حاضر، هذا قضى سنين من عمره، لكن فيه اعتقد ان المراوح بدأت تعمل في الملعب. الحضور الجماهيري مش بالمستوى المطلوب يعني، لكن تعرفون ايام وطنية. هذا البحريني معا، الله يطول عمره. إليكسيس اهوه بالخطا، تونا نقول انك ربيع انيستا، تونا نقول انك صديق انيستا. كرة بتتسدد وبتعدي الى خارج الملعب. اصدقاء انيستا ما يلعبون كذي يا إليكسيس. اسماعيل عبد اللطيف، نقل الكرة لمحمد صولا، تسديدة هذه بتعدي الى خارج الملعب. ايضا يذكروني الزملاء، لم تصل الكور كثيرة في الشوط الاول. عمر السومة يبحث عن نفسه في هذا الشوط. عمر عادت الكرة مرة ثانية، لا وجود لخطأ في اللقطة الماضية. لا زال عمر بعيد عن عمر، كرة بتتسدد هذه بعيدة من بابلو دياز اللاعب تشيلي. صافرة نهاية شوط المباراة الأول، لم ينتظر حكم التونسي كي تنتهي الدقيقتين، يقول لهم بش جو يعني رطوبة. عبد الفتاح عسيري يترك أرضية الملعب
لعاشق البحر حسين المقهوي ابن مدينة الأحساء يشارك الآن في مطلع شوط المباراة الثاني مكان عبد الفتاح عسيري. طبعا حسين أي وهنية بغي أسمع يا تركستاني. نوح الموسى نقل الكرة أقصى الجهة اليسرى، عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن اللعيب، لما اللعيب، عد اللعيب، يا سلام كملها يا سومة عشان عبد الرحمن غريب، كملها عشان إمكانيات هذا اللاعب والولد المميز. شعارهم الجودة، مبين تاج، شعارهم الجودة، والله لعبها بلاي ميكر أجنبي ممكن بالدوري السعودي ما يسوي هالمهارة. واحد يقول لك المواهب قلت السعودية، لا المواهب ما قلت، ممكن كان في فترة من الفترات قل الاهتمام بالمواهب، لكن السعودية ولادة ولادة ولادة، والمواهب موجودة في كل حارة، في كل مدينة، في كل قرية. الليبي صالة وجولة أمام المرمى في اللقطة الماضية بتضيع على عبد الله ياسر لاعب المنتخب البحريني. سلمان الشريدة يتحسف، سلمان الشريدة يتحسف على اللقطة الماضية. سلمان كم من لاعب تحدثنا عنه في السنوات الماضية واختفوا، وينهم؟ وين هذه المواهب؟ كرة المحرك، اسماعيل عبد اللطيف، الهداف التاريخي لمنتخب البحرين، بيسدد في الكرة الماضية. تحسن المحرك في الشوط الثاني، محاولة خطرة كانت لصالح المحرك البحريني لكنها عدت أبعدها. هذا عبد الباسط هندي، عبد الباسط هندي، شوف هذه الكرة وهذه المحاولة، لا اللي أبعدها إليكسس، إليكسس ثلاثة من أكاديمية النادي الأهلي يشوفهم اليوم فيه، حطها نقطة انطلاقة له. صالة 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 بيجرب وبيسدد، صالة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى. هذا لاعب أهلي طرابلس، كرة ملعوبة هذه بالخطأ، وليد الحيام، إسماعيل عبد اللطيف، تقدم إسماعيل، توغل إسماعيل بيلعبها، لكن تغطية ممتازة من إليكسس، تغطية ممتازة من إليكسس. الاتحاد السكندري واللي صعد، يعني والله دور مرتقب، دور منتظر. عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن اللعيب، الله عليك الله عليك، أول أيامه يظهر نجم أهلاوي جديد. اسمع عبد الرحيم غريب، ما انت غريب، انت مبدع، انت لعيب، انت فنان، انت امكانيات، انت ثقة، انت اهلاوي جديد، انت اهلاوي جديد، الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد. الظهير الايسر، كرة في منتصف الملعب عن طريق الصافي، عبد الوهاب، محمد صولة، محمد صولة بيلعبها امامي. ماذا تفعل؟ الله الله الله، وانت بعد ماذا تفعل؟ وليد الحيام. يا وليد شو سويت في اللقطة الماضية؟ رمي التماس للمحرك، ودع فعليا المحرك، ودع كرة داخل منطقة الجزاء، سقوط والكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. سلامات سلامات محمد البنا، شوف هذه اللقطة، صعب أن الحكم يتخذ من خلال أشياء اللقطة الماضية، ما في شيء ما في شيء، حسب ما نراه حاليا ما في شيء. جماهير النادي الأهلي، كرة ملعوبة، الأهلي إلى الدور القادم، تسديدة قوية بيسيطر عليها ياسر المسيليم. هذيل أبناء الملوك، هذيل أبناء الملتصقين بالشعب، الله يعطيك الصحة والعافية يا ياسر. كرة ملعوبة لكنها تصل سهلة ليد حارس المرمى ياسر المسيليم، المرة الحيام لعبها صح. عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان، والشعب كله يردد السومة، عمر للسعوديين في اليوم الوطني في الدقيقة 88. عمر السومة يقول أنا مخليها هدية لكل أبناء المملكة العربية السعودية في اللحظات اللي كانوا يقولون الشعب كله يردد.